السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في فيديو جديد من دروس الـ Azure Active Directory. الفيديو اللي فات احنا عملنا حاجة مهمة، قدرنا نكستمايز الدومين بتاعنا ونطلعه على الـ Azure اللي هو الدومين المدفوع اللي بيمثل الهوية أو الكيان بتاعي. النهاردة هنعمل حاجة أهم بقى، النهاردة هننقل الـ Active Directory الخاص بالشركة عندي أو بالمؤسسة اللي هو في الاون بريم بتاعتي، هننقله كده، مش هننقله يعني مش هننقله له موف، لا يعني هننقل الاوبجكت اللي جواه اللي عباره عن اليوزر والايوز والكمبيوتر والاشياء دي كلها، هننقلها على الايجر اكتيف دايركتري. فلو سمحتم بطلب من الجميع التركيز لاهميه الموضوع، يعني اهميه عاليه. طيب انا في الريال لايف يا شباب، قبل ما اعرف حاجه اسمها ايجر وقبل ما اطلع كلاود، كنت شغال ازاي في الاون بريم بتاعتي؟ يعني الاوثنتيكيشن كان بتتم ازاي؟ لو رحنا للصوره ديت، انا عندي هنا يوزر اهو، بيروح يوثنتيكيت منين؟ من الاكتيف دايركتري اللي هو ويندوز اكتيف دايركتري، صح كده؟ بيروح يجيب الكريدنشال بتاعته، اليوزر نيم والباسورد، من الاكتيف دايركتري اللي هو عندي على السيرفر. جميل جدا. او بيوثنتيكيت بقى مع اي سيرفيس تانية بتقدم اوثنتيكيشن زي ال LDAP، زي الكيربروس، زي الريديوس، وات ايفر. هو هنا قال لك other identity store. حلو كده، تمام. اليوزر ده علشان كان يطلع يروح لابلكيشن على الكلاود، سواء بقى اوفيس 365، سيتريكس، ساب، سيلز فورس، دروب بوكس، درايف، كواليتي ابلكيشن، كلاود ابلكيشن، صح كده؟ هو كان ايه المطلوب منه علشان يستفيد من الخدمات بتاع الابلكيشن ده؟ كان المطلوب منه انه يقول له لو سمحت انا عاوز ادخل، فيقول له انت مين؟ فيقول له انا اليوزر اللي جاي من المكان الفلاني، فيرد يقول ما اعرفكش، لانه اوريدي هو ما يعرفوش، لان مفيش لينك بين الكلاود ابلكيشن وبين الاون بريم بتاعتي، صح كده شباب؟ ده الريال لايف، الوضع الطبيعي قبل ما يبقى في حاجه اسمها ايجر اكتيف دايركتري. فكان بالنسبه لي مشكله، انا كيوزر كان بالنسبه لي ان انا لازم اروح اعمل ريجستريشن ساين اون، ادخل بياناتي، اقعد اعمل كده لسته، الايميل والباسورد واليوزر نيم ومش عارف تاريخ الميلاد، واحيانا اسماء مش عارف الشركه اللي انت شغال فيها ورقم التليفون، وقصه طويله كلنا عارفينها. فجاء الايجر اكتيف دايركتري كونكت اللي هو محور كلامنا النهارده، حل لي المشكله دي. فقال لي ايه؟ قال لي انت لو عندك ابلكيشن حضرتك بتديره او مشترك فيه كشركه او كمنظمه، وليكن مثلا الاوفيس 365 او الساب بزنس 1 او سيتريكس، وات ايفر، تمام، اي ابلكيشن كلاود ابلكيشن حضرتك مشترك فيه او تابع ليك انت بتديره، تمام كده، وباي ديفولت انت عندك يوزر، عندك يوزر ولا في شركة ما فيهاش يوزرات؟ في يوزرات. فأنت ممكن طالما عندك أبليكيشن ويب أبليكيشن وعندك يوزر، أنت في غنى أن أنت تروح تخلي اليوزر يعمل ريجستريشن على الأبليكيشن ده عشان يقدر يستفيد من الخدمات. أنا هحللك المشكلة دي، تمام؟ ده ميزة او الميزه الكبيره قوي اللي بيقدمها الايجر كونكت، اللي هو بيعمل ايه يا شباب؟ الاس اس او او السنجل ساين اون بنفس اليوزر نيم والباسورد بتاعي. انا هقدر ادخل على الويندوز اكتيف دايركتري، يعني هقدر ادخل على جهازي اللي هو الديفايس بتاعي، تمام، باستخدام اليوزر نيم والباسورد اللي بيوفرها لي الويندوز اكتيف دايركتري، وفي نفس الوقت انا هستطيع ادخل على الخدمات
الابليكيشن والسيرفيسز اللي هي على الكلاود بنفس اليوزر نيم والباسورد. ده الميزه الاكبر اللي بيقدمها الايجر كونكت. تمام كده يا شباب؟ طيب في ميزه تانيه او في حاجات تانيه؟ ايوه في حاجات تانيه. ايه هي؟ قال لي انت طالما قررت ان انت تطلع كلاود، فاحنا كنا بنعمل ايه الفيديوهات اللي فات؟ كنا بنعمل دايركتري سواء بقى اون مايكروسوفت او الدايركتري اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات الخاص بينا احنا الدومين بتاعنا، وابدا كرييت يوزر. طيب لو انا شركه فيها 500 يوزر، 1000 يوزر، 200 يوزر، هقعد اكرييت الرقم ده وهقعد اعمل جروبز وهقعد اعمل مش عارف يوزرات وباسوردات وادخل انفورميشن، هحتاج قد ايه؟ هحتاج كتير جدا. فقال لي طيب انا بقى كايجر اكتف دايركتري كونكت اللي هي التول اللي احنا بنأكد ان احنا هنشرحها في الفيديو ده او هنبدا شرحها من بدايه الفيديو ده، بروح واخد اليوزرات، الاويوز، الجروب، الاتريبيوتس، الاوبجكت كلها عموما من الاكتف دايركتري اللي عندك في الاون بريم، واروح طالع بيها ايجر. يبقى انا لو عندي 500 هنا او 1000 يوزر قل او كتر، انا مش مطالب ان انا اكريت لنفس العدد واقعد احط في جروبات واقعد احط في بيانات، لا انا بمجرد ما بعمل لينك بيني انا كويندوز اكتف دايركتري في الامبرين بتاعتي وبين الايجر اكتف دايركتري، بيعمل سنكرونايز للاوبجكت، بيزامن الاوبجكتس ديت، بياخدها من الامبرين بتاعتي يحطها لي في الايجر اكتف دايركتري. في ميزه ثانيه، في ميزه ثانيه، العمليه دي بعد ما تتم عمليه المزامنه اللي احنا بنتكلم عليها، انت هتتمكن من ان انت تدير اليوزر سواء بقى من الايجر بورتال او من الويندوز اكتف دايركتري. يعني ايه؟ يعني لو عندك يوزر متعمل له ديسيبل مثلا، او محتاج يتعمل له ابديت باسورد او ريسيت باسورد، او خلاص انت عايز تعمل له مانجمنت، فانت دلوقتي اصبح عندك وجهتين. انت ممكن تعمل الكلام ده من الايجر اكتف دايركتري اللي هو على البورتال، وممكن تعمل الكلام ده من الاون بريم. بمجرد ما بتريست الباسورد لليوزر ده هنا او هنا، بتسنكرونايز عن طريق الايجر اكتف دايركتري، والدنيا بالنسبه لك بتبقى جميله. بس نخلي بالنا الفيتشر دي انا مش عارف هي متاحه في اللايسنس الفري ولا لا، هنشوفها مع بعض. لو متاحه هنشتغل عليها، لو مش متاحه يبقى يعني هي موجوده في البي 1 وفي البي 2. ونخلي بالنا البريميوم بي 1 والبريميوم بي 2 هو اللي فيه الفيتشرز الاكثر من الفري، لان الفري باي ديفولت حضرتك مش بتدفع عليه فلوس، فبالتالي هتاخد حاجات او مميزات محدوده. فهمنا الكونسبت يا شباب؟ فهمنا احنا داخلين نعمل ايه؟ او ايجر اكتف دايركتري ده ايه هو؟ تمام كده؟ تعال بقى ندخل على الشغل العملي. انا لازم يكون عندي اون بريم عليها اكتف دايركتري، واوريدي عليها يوزرات وكمبيوترات واوبجكتس وحاجات حلوه. تمام كده؟ ولازم يكون عندي اكتف دايركتري محطوط على الايجر، بديره من البورتال او من باور شيل او سي ال اي ايا كان، ولكن يبقى موجود. احنا اوريدي عندنا بورتال شغالين عليها الحمد لله، وانتهينا من ان احنا نكستمايز الدومين بتاعنا وخلاص تعدينا المرحله دي. احنا دلوقتي المفروض ان احنا هنسنكرونايز الايجر اكتف دايركتري مع الاون بريم اكتف دايركتري او الويندوز اكتف دايركتري من خلال الايجر اكتف دايركتري كونكت. علشان كده انا عملت لكم دومين اهو، تمام؟ ده السيرفر
اللي بيلعب دي سي لو دخلنا كده تمام هنلاقي ده دومين انا عملته على الهايبر في علشان يكون بمثابة الامبريم بتاعتنا. لو رحنا كده على الاكتف دايركتري بتاعنا سريعا عشان نستعرضه هنلاقي انا برضو عملت شوية يوزرات كده الدومين كنترولر وعملت لكم كمان اديشنال دومين كنترولر، يعني حاولت ان انا اعمل سيناريو شبيه الى حد كبير باي سيناريو حضرتك هتشتغل عليه في الشركه او في المؤسسه اللي انت تابع ليها، لانه احنا عندنا بيبقى عندنا دومين كنترولر وعندنا اديشنال او عندنا روديك او عندنا يعني فورست تانيه او عندنا دومين تاني، فبالتالي ده السيناريو الاقرب اللي احنا هنشتغل عليه. عندي هنا الدومين كنترولر وانا خليته ويندوز 2012، ما رضيتش اخليه 2019 علشان تقريبا 2019 لسه نازل ومش كتير شغال عليه، فبالتالي ممكن يختلف عليك الامر، ومع ان الكونسبت واحده والخطوات واحده وكل شيء. والاديشنال دومين كنترولر انا خليته 2019 تمام كنوع من التغيير يعني. وعندي هنا يوزرات اهو، وعندي هنا الديفولت يوزر اللي بتنزل مع الاكتف دايركتري، وعندي هنا شويه ايوز كده انا سميتهم اي تي مثلا وسميتهم ريليشن وسيلز كده يعني تمام. يبقى عندي يوزرات اهو وعندي دومين كنترولرز اثنين وعندي كمان كمبيوترات ممبر في الدومين تمام كده. طيب ادي كده عندنا ايجور اكتف دايركتري على البورتال بتاعتنا وخلاص اشتغلنا عليه حوالي 10 فيديوهات وعملنا له كونفيجريشن، والحياه بالنسبه لنا ان شاء الله ان هي بسيطه. وادي الامبريم بتاعتي اهو انا موجود على السيرفر بتاعي. طيب هحتاج ايه تاني؟ الخطوه الثانيه هحتاج التول اللي بتعمل سنكرونايز بقى بين الامبريم بتاعتي وبين الكلاود الخاص بيا تمام. في طريق، في اكتر من طريقه طبعا، ممكن تروح لمايكروسوفت دايركتلي وتعمل لها داونلود، وممكن من جوه البورتال لو رحنا كده نقفل بقى ديت خلاص. لو رحنا كده انا على البورتال اهو هروح للاكتف دايركت بتاعي هلاقي الدومين اللي احنا عملناه مع بعض وهلاقي هنا اكتف دايركت كونكت تابه كده اسمها اكتف دايركت كونكت. لو ضغطت عليها هيقول لي داونلود تمام، هيقول لي ايه داونلود، هو هنا نوت انستول يعني ما شافش حاجه لان احنا لسه داخلين نعمل اول عمليه انستليشن ليه، او ما سبقليش ان انا بجرب معاكم دلوقتي، انا يعني في الفيديو ده هنشرح كده ونتعلم مع بعض تمام كده. ادي اول طريقه هتعمل لها داونلود من جوه البورتال، او لو رحت كده جوجل او مايكروسوفت وقلت له ايجر اكتف دايركت كونكت وهتبدا تعمل لها داونلود ببساطه شديده جدا زي ما احنا كلنا عارفين. طيب انا اوريدي عملت لها داونلود على سطح المكتب اهي اهي بتنزل بالشكل ده، وهنبدا نقول بسم الله ونعمل لها انستول تمام كده يا شباب. تمام هقول له انستول وهرن، انا داخل طبعا من بالادمنستريتور فمش هيحتاج كريدنشال ولا حاجه. هيطلع لي ويلكم ويقعد يرحب بيا، هقول له انا موافق على كل اللي انت بتقوله ده ما عنديش اي، هو بيشرح لك البرنامج بيعمل ايه والكلام ده كله تمام. هقول له كونتينيو، هو بيقول لي هنا لو انت عندك فورست واحده فهيكونفيجور الباسورد وهي الايدنتيتي الخاصه بالعلاء 365 اللي هي الفورست، ما عنديش غير فورست واحده. لو عندك اكتر من فورست حضرتك هتشوز الفورست اللي هو هيروح يتشيك، يعني لو ليه اكتر من فورست هيقول لك انا اشتغل على انهي واحده فيهم، فانت هتقول له تشيك تختار، وممكن تختار مالتيبل تشوز يعني اكتر من فورست في نفس الوقت.
هنا انت بالخيار تعمل كاستمايز انستليشن يا تعمل اكسبريس. في حاله ان انت بتعمل كاستمايز انت بتحدد له المكان اللي ينزل عليه والداتابيز اللي هيشتغل عليها والاكونتات اللي هياخدها، فاحنا هنعمل اكسبريس مع بعض. تمام، هنا هيطلب مني اليوزر اللي موجود على الايجر بورتال، لكن نخلي بالنا هنا انه مش هيقبل منك اي يوزر. يعني ايه؟ يعني لو رحنا كده على الايجر بتاعي وهشوف اليوزرات اللي عندي، هلاقي عندي الادمن يوزر اللي انا عملته انا وانتو المره اللي فاتت وخليناه جلوبال ادمنستريتور، تمام كده. وعندي يوزر عادي كده نورمال يوزر اللي هو ده نورمال يوزر. فلو دخلت له ده مش هيقدر. لو دخلت له ده كده ناخد كوبي نروح نجرب مش هيقبله. ليه؟ لان هو هنا قال لي انا محتاج يوزر يكون الرول بتاعه او الدور اللي بيلعبه جلوبال ادمنستريتور. خلاص واضحه. فبالتالي من غير ما نتعب نفسنا احنا هندخل على طول بالادمن ات علاء 365.com. خلاص بقى احنا نسينا اون مايكروسوفت ديت اللي كانت بتتفرض علينا، احنا كبرنا وفهمنا وتعلمنا وعملنا لها كاستمايز، وهديله الباسورد الخاصه باليوزر ده واقول له نيكست. هيروح تشيك يتاكد من الكريدنشال الصحيح ولا لا، يتاكد من ان الراجل ده جلوبال ادمنستريتور ولا لا. هو هنا بيقول لي كونكتد مع مايكروسوفت اونلاين علشان يفيريفاي. تمام كده خلاص اتاكد، هيطلع لي الصفحه الثانيه كده. الخطوه الثانيه بيقول لي ايه؟ انا محتاج اليوزر الادمنستريتور يوزر الخاص بالويندوز اكتف دايركتوري. تمام، هو هنا في الخطوه اللي فاتت طلب مني اليوزر اللي خاص بالايجر اكتف دايركتوري، وقلنا ان هو الرول لازم يكون جلوبال ادمنستريتور. في الخطوه اللي بعد كده بيطلب مني الكريدنشال الخاصه بالادمنستريتور انتربرايز ادمنستريتور اللي انت انشات بيه الاكتف دايركتوري بتاع الويندوز، حطه لي. تمام، فهقول له اهو اتفضل اد اسم الدومين. تمام، ما نخلطش يا شباب بين الدومين ده والدومين اللي على الايجر اكتف دايركتوري، هو نفس النيم. انا عملته اصريت ان انا اعمله نفس النيم لانه ده هو السيناريو الاقرب. ما انت مستحيل تطلع بدومين عندك في الاون بريم وبعد كده تروح مغير النيم بتاعه في الكلاود، انت هتطلع بنفس النيم. تمام كده يا شباب. فهو هنا بنأكد على انه بيطلب مني الكريدنشال الخاصه بالويندوز اكتف دايركتوري بعد ما خد الكريدنشال الخاصه بالايجر اكتف دايركتوري. وادي الباسورد اهي، هقول نيكست. خلاص خدها مني، قال لي ايه؟ انا هعمل الحاجات دي كلها. هقول له ماشي انستول. نخلي بالنا يا شباب بس هو بيطول شويه، فكرني واحنا بنعمل في الجزء الثاني بنعمل الجيت واي طول حوالي 23 دقيقه او 25 دقيقه. هو طبعا مش هيوصل للكلام ده، هو كل الفكره بس اللي هو بيروح يحضر الانفراستراكشر والكونكتيفيتي بتوين الاكتف دايركتوري ويندوز اكتف دايركتوري في الاون بريم بتاعتك والاكتف دايركتوري اللي على الايجر. هنا خلاص، هنا قال لي configuration complete وقال لي هنا الايجر اكتف دايركتوري كونكت configuration success. تمام، وهيسنكرونايز الاشياء دي كلها. قال لي انه الدايركتوري الخاص باللي انا هشتغل عليه اللي هو علاء 365.com اللي انا مديله الكريدنشال، علشان نفرق بانه ممكن يكون عندي اكتر من دايركتوري ما عنديش اي مشكله. ف
فبالتالي الدايركتري اللي انا حابب اني اكونكت معاه هو اللي هديله الكريدنشال الخاصه بيه. طيب خلاص خلص كده، هقول له اوكي اكزيت، انا كده انتهيت من الانستول، وادي الايكونز اللي هدير بقى، هعمل كونفيجريشن للايجر اكتيف دايركتري كونكت من خلالها. بس قبل ما اعمل كده تعالوا نروح نشوف هو ايه اللي حصل في البورتال عندنا. لو رحنا كده على الدايركتري الخاص بيا، ادي البورتال بتاعتنا، وادي الدايركتري الخاص اللي انا ربطته بالاجر كونكت في الاون بريم. لو رحت كده اليوزرات، توقعوا ايه اللي نشوفه يا شباب؟ لو رحنا كده لليوزرات، توقعوا ايه اللي هنشوفه؟ هنشوف اليوزرات اللي انا كريت ليها على البورتال واللي جايه من الاون بريم بتاعتي. لو رحنا كده يوزر، شايفين يا شباب كل دول فين؟ هنا السورس ايجر اكتيف دايركتري. ليه؟ لان انا كريته من على البورتال. هنا ويندوز اكتيف دايركتري، لانه جابه منين؟ علاء امين ده فين؟ ومحمد علاء وعمر صالح ورؤى علاء كانوا فين؟ في الويندوز اكتيف دايركتري، فبالتالي جابهم لي بكل التفاصيل بتاعتهم، بكل الباسوردات، بكل الانفورميشن الخاصه بيهم. طيب لو رحت على الجروب، شايفين نفس ما حصل في اليوزر حصل فين؟ في الجروب، وقال لي ده جاي منين؟ من الويندوز سيرفر اكتيف دايركتوري. خلاص كده يا شباب، احنا عملنا ايه النهارده؟ او تعرفنا على ايه؟ تعرفنا على التول اللي اسمها ايجر اكتيف دايركتوري كونكت، اللي بتتيح ليا سنكرونايز الاوبجكت اللي جايه من الويندوز سيرفر اكتيف دايركتوري في الاون بريم بتاعتي، توديها لي على الايجر اكتيف دايركتوري اللي على البورتال بتاعتي. علشان بس ما نطولش وقت الفيديو، هنخلي عمليات الكونفيجريشن والتعرف على التولز ديت في الفيديو اللي جاي. اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.